صباح الخير سيدي عمار. صباح الخير سيدي العربي. تصبحتي مزيان الحمد لله بالصحة والراحة. اليوم كاين شوية واحد العقيبات وقيلة أظن ياك كيتسناو ديال إمسوان. مش لا هذا شي محير ديال تاع غازوت. صباح هذا وصباح الخير عليكم جميعا. تحياتي با عمر. صباح الخير رباح. المهم هذا نستعدوا للرحله ان شاء الله بعد قليل. ان شاء الله عمر نتيجه شي حاجه اوتوماتيكمون باش شي مشكل بسيط شويه في الربيضه. هنا يا قربنا لواحد ال 25. بونجور صافا بيان فاكونس اي بون كوراج ميرسي بوكو. ها خوكم تيتكلم بالفرنساوية شوية. المهم تعلموا شوية مع هاد الناس هاد والله يحفظكم. بابا عمر وي هي تا غازوت وي يا اوبير نوز اميردون كورونا. فرنسي؟ Ah, belge. Comment ça se passe en Belgique? Bonjour. Ah non, ici c'est un peu light. Non, non, c'est partout. Ah, en Italie, en Espagne, c'est plus dur. Mais ici, 4 jours, 5 ouais, 5 jours. Maintenant, vous pouvez dire l'Ayoun, l'Ayoun. Le sud. Vous étiez là-bas, non? Vous étiez là-bas? Dakhla. Ah oui, c'est bon, bien. Dakhla. Dakhla. C'est super. C'est super. C'est super. Formidable. Et bon courage! Oui! المعز كيفاش تتسلق فوق الاشجار ديال زراعه الاكل تياكل هذيك الحبه اللي كنا نتكلم عليها هذيك المره في الطريق ديال سيدي يفني وخلي تياكل هاد الحبه وين تتنزل من عنده تيكون كلا ديك الساعة القشرة ديالها تيروح العظم تيجيو الناس ياخدو العظم ديالو عاد كيما حكينا سابقا تيقدرو يستغلو الطحن ديال الزيت أركان. وبالنسبة للجودة ديال اللحم ديال هاد النعج أو المعز جودة ممتازة حيتو اللحم ديالو نقص في الشحمة مثلا نظرا للمشي والتسلق للجبال
المنطقه ديال قرب تامري يعني مدينة تامري هذا بحر ديال تامري، احسن محطه ديال السيرف، يعني تيجيو ليها اجانب كثيره حتى المغاربه اللي تعمل السيرف، لان جات واحد القسم اللي منقطع دايز فيه النهر ديال تامري.